أكثر من 40 حالة سرطان في 200 متر مربع. أنا بستغرب، إحنا عندنا تلوث، عندنا إشعاع، عندنا إيه؟ أنا ما أعرفش، بس اللي أنا شايفه اللي ظاهر عندي ثلاث شبكات المحمول هم الوحيدين في كفر صقر. ده من إيه؟ هل هم دول الثلاثة؟ هم دول السبب في اللي إحنا فيه؟ 40 حالة سرطان في مربع 200 متر، لا يتعدى 200 متر. 40 حالة سرطان. يا مسؤول، يا سيادة وزير الصحة، يا سيادة رئيس الوزراء، يا سيادة رئيس الجمهورية، في إيه عندي في المنطقة؟ 40 حالة سرطان. أرجوك. الحالات ظهرت إمتى؟ الحالات ظهرت من بعد من أول برج ركب، وبعد الثاني وبعد الثالث بدأت الحالات تزيد. كانت الحالات في الناس الكبيرة الأول، بعد كده بدأت تتحول من الشباب للأطفال. النهاردة ما فيش بيت عندي في الشارع اللي ما فيه حالة سرطان. عندي 11 بيت فيهم 11 حالة سرطان. غير اللي توفى. غير اللي توفى، الله، ده في ناس ماتت، ناس ماتت أساسا وما رضيتش أهلها يقولوا إنها عندها سرطان. فما بالك بالناس التانية اللي لسه بتتعالج. المنطقة ما فيهاش حد حمل علاج السرطان. ما نعرفش فيه إيه، يا ريت نعرف فيه إيه. يا ريت يا سيادة الوزير تيجي تبعت لنا حد يشوف فيه إيه. أنا اشتكيت كتير، وصلت صوت الناس كتير، محدش راضي يسأل عنه. اشتكيت لمين؟ اشتكيت، رحت مدير مستشفى كفر صقر، اتصل على وكيل وزارة الصحة وأنا معاه، ومدير المستشفى ما رضيتش يقبل مني شكوى، وقال لي ده دي أنا مش جهة اختصاص. حولني على الإدارة الصحية في كفر صقر، الإدارة الصحية ما رضيتش تقبل مني الشكوى، حولوني للوبائيات، الوبائيات للوقائي، الوقائي الدكتور أحمد عبد المقصود، مضالي على الشكوى وقال لي 10 أيام، من 10 أيام دول بقى لهم شهر ونص مش حد راضي يسأل عننا برضه. ووكيل وزارة الصحة عنده خبر بالوضع اللي احنا فيه. وأنا وصلت صوتي للبحوث في 57 357 وبرضه قال لي احنا مش جهة اختصاص. طب أوصل صوتي لمين؟ أكتر من رئيس الوزراء، أكتر من وزير الصحة المسؤول عن صحتك. لو ده ابنك أو أخوك أو جارك، اتفضل حلها.